ونبدأ مشاهدينا الكرام كالمعتاد مع القمر. يكون القمر في برج الدلو الهوائي حتى الساعة 9:25 من مساء الجمعة، ليدخل برج الحوت المائي ويبقى فيه حتى الساعة 4:03 من فجر الاثنين. إذن هذه وضعية القمر في الأبراج حاليا وحتى مساء الجمعة في برج الدلو الهوائي، من مساء الجمعة وحتى فجر الاثنين في برج الحوت المائي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح مبادرة لأي خطوة جديدة، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم الجمعة من الساعة 7:24 صباحا وحتى الساعة 9:25 مساء. يوم الأحد من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 4:03 من فجر الاثنين.